التاريخ سيتذكر مانديلا بكونه من وضع حدا لعقود من الميز العنصري في جنوب إفريقيا، لكن التاريخ نسي أن مانديلا لم يكن وحيدا، بل ساعده في ذلك رجل آخر. هذا الرجل هو فريدريك دوكلير. السينمائي السويسري نيكولا روسي قرر تخصيص فيلم وثائقي لرصد حياة آخر رئيس في حقبة الميز العنصري. على الصور نشاهد دائما مانديلا إلى جانب دوكلير، لكن الغريب هو أنه لا يتجاوز أبدا الوقت الذي نتحدث فيه عن دوكلير الدقيقة أو الدقيقتين. الرجل الآخر يقربنا من الشخصية المعقدة التي كان لها دور في تحويل المجتمع الجنوب إفريقي. I'm called by my initials in Afrikaans, my home language, Evir, in English FW. There was basically an opportunity, and I كانت هناك فرصة استطاع دوكلير استغلالها، ولكن الشيء الذي يثير الانتباه هو أنه لا أحد يعلم شيئا عن شخصيته. I remember very well the first time I met Nelson Mandela. He was still a prisoner. He was brought under cover of darkness to my office in Cape Town, which later became his office. He was taller than I expected. I was impressed by how ramrod straight he stood. I think the film is a good. أظن أن الفيلم سيكون نقطة انطلاق جيدة لفتح النقاش مجددا حول مخلفات حقبة الميز العنصري. لدينا إرث أصبح من الصعب التحدث عنه. الناس سيشاهدون الفيلم ليس فقط لاهتمامهم بهذه الأمور، لكنهم سيشاهدونه لأن العنصرية لا تزال في مجتمعاتنا. الرجل الآخر يعرض حاليا في قاعة السينما الأمريكية، وسيتم عرضه الصيف القادم في جنوب إفريقيا.